وصلت أول رحلة طيران مباشر من تل أبيب إلى الرباط يوم الثلاثاء، حاملة وفدا أمريكي إسرائيلي مشتركا لبحث الاتفاقيات لتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل. وترأس الوفد الأمريكي جاريد كوشنير، سهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك ترأس الوفد الإسرائيلي رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات المولود في المغرب. فماذا ستستفيده الرباط من هذا التوقيع لتطبيع العلاقات المجمدة؟ سيشهد مسار هذه الزيارة توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية مهمة بين المغرب وإسرائيل، تعنى أساساً بقطاعات السياحة والتصدير والصناعة والزراعة إلى آخره. هذا التطبيع بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة يصب الزيت على النار، لأن الجزائر وكذلك تونس تعارضان التطبيع مع دولة محتلة للأراضي الفلسطينية منذ عقود، بل الاعتراف بخريطة الأراضي الصحراوية على أساس تابعة للمغرب ستفتح أمام تجار السلاح باب قانوني لبيع السلاح للمغرب ضد أعدائها البوليزاريو والجيش الجزائري. وتظهر إذن النية المبيتة لهذا الاتفاق الصفقة، وهي بمثابة بصمة ترامب في عالم المال والأعمال كهدية للوبي تجار السلاح الذين دعموه في حملاته الانتخابية، وبصمة وفاء وأخلاص قبل خروجه من البيت الأبيض، حيث ستجني الولايات المتحدة ثمارها ببيوعات السلاح نحو هذه المنطقة لدعم حروب من أجل الاعتراف بالخريطة الجديدة للمغرب. إن هذا التطبيع الصفقة لن يزيد إلا للوضع تأزماً.